أهلا بكم محبي مسلسل الناجية الوحيدة، إليكم ملخص الحلقة 16. وصايف تعترف لابنها طلال أنها أمه، وأخبرت طلال أن يعرف كل شيء ولا يهتم ولا يريد يتخلى عنها. وصايف تحلف لطلال أنها سألت عنه كثيرا وأخبرته أنه ميت، ولكن طلال لا يصدقها. يذهب طلال ويتصل على هديل ويسأل إذا كانت هي التي أخبرت وصايف أنه ابنها، وتقول له هديل أنها لم تخبر أي أحد بشيء. هديل تخبر والدتها أن وصايف عرفت أن طلال ابنها وتنزعج كثيرا فايزة من الخبر. هديل تقابل طلال ويحكي لها طلال أن وصايف صدقت وحسن بشيء اتجاه، ولكن هديل تعبي في رأسها طلال أن يكره أمه ويعتبرها أنها ميتة. وصايف تطلب من نواف أن يحجز لها في السينما ويذهب معها، وبالفعل يتم ذلك. وبعدها تقول وصايف لنواف أن يجلب شاهد ويأتوا إلى بيتها. نواف يخبر شاهد، وبعدها يذهب إلى بيت وصايف. تطلب من نواف أن يتزوجوا ويوافق نواف على الزواج. وفي آخر مشهد تذهب وصايف إلى طلال وتتحدث معه أنها تحبه وتريده أن تستند عليه، وتخبره عن وحدتها، وتطلب منه أن يأتي إليها الخميس المقبل لأن تريد أن تتزوج من نواف وتريد أن يشهد على زواجها. لكن طلال لا يرد عليها بأي جواب. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، ولا نداكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.